طارق حال الشباب، معكم شركي يا شركي كيف جاكم فيديو جديد. ومثل ما وعدتكم شباب، فيديو اليوم هو الجزء الثالث والاخير لشرح قصه كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 زومبي الاخير لحد اللحظه، بس تنزل مابات المستقبل ونعرف تكمله القصه اكيد راح اكملها، بس حاليا هالجزء الاخير لقصه بلاك اوبس 4 زومبي، وكمان هذا اخر فيديو زومبي على هالقناه. اللي ما يعرف حولت لقناه ثانيه مشان الزومبي، هالقناه ان شاء الله من بكره راح يصير فيها محتوى جديد كليا. قناتي الثانيه راح تكون كامل للزومبي، راح اكمل فيها نفس اللي قاعد اسويه هون بالقناه الثانيه، فيديوهات شرح قصه الفوضى للزومبي، حل الغاز، بثوث مباشر، كل شيء. فاتمنى تشتركوا بقناتي الثانيه، الرابط موجود بالوصف. وهذا الفيديو شباب برعايه سماعات او شركه استوديو، ما هو اعلان مدفوع والله ولا شيء. ارسلوا لي سماعتين من عندهم، حكوا لي جربهم واحكي رايك بكل صراحه. فجربتهم، سماعات جدا جدا خرافيه، والكواليتي تبعهم جدا ممتاز بالنسبه لسعرهم. ارسلوا لي سماعتين، اول شيء سماعه ريجنت الكبيره هاي مثل ما شايفينها، شكلها اول شيء جدا جدا انيق، وشحنها بضل معك لمده 24 ساعه، يعني يوم كامل وانت قاعد تسمع منها اغاني او قاعد تستعملها ما راح يفضل شحنها. وغير هيك سماعه بلوتوث، ف اذا خلص شحنها بعد 24 ساعه وما تبي تشحنها، في كيبل اي يو اكس فينك توصله بالسماعه. فاي مثل شايفين شكلها جدا جدا انيق، تعطيك الصوت بدقه الفيديو. وغير هيك سماعة فيها ثلاث ازرار، زر اذا حدا قال لك على التلفون او شيء ترد على المكالمات، وزر مشان تقدم وترجع لورا بالاغاني. السماعة مو للجيمنج، مو انه تلعب عليها بلاي ستيشن او شيء، لا السماعة هي يعني للموبايل لتوصلها على جوالك، يعني هو مصممة افضل للجوالات لتروح على الجيم. والسماعة الثانية اللي بعثوا لي هي سماعة التري، سماعة بسيطة للجيم او للرياضة عشان الكلام. الحلو فيها انه تثبت بالاذن بشكل خرافي، ما راح توقع من اذنك لو شو ما صار، وفوق هيك مريحه. هاي شحنه بضل تقريبا مده 10 ساعات، وسعر السماعتين الاولى والثانيه 360 ريال او درهم اماراتي. بالسماعه الثانيه هي تبع الرياضه عشان الكلام، ما راح تلاقي نفس نوعها الا اقل شيء ب 600 700 ريال، هاي سعرها يعتبر جدا خرافي، ومو شركه صينيه، شركه سويديه. السماعات الاثنين عليهم ضمان سنه، توصيل مجاني لجميع دول الخليج، وخصم 15% لو تستعمل كود بالشركه كي اللي موجود بالوصف. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. قبل لا تشوفوا الفيديو لازم تشوفوا الجزء الاول، مو قصدي الجزء الاول اللي مدته ساعه و40 دقيقه، لا فيكم تسموه الجزء الثاني، راح تلاقوا الرابط موجود بالوصف، لانه هذا الفيديو تكمله على طول بالاحداث. بهذاك الفيديو شرحت لكم او لخصت الفيديو لمدته ساعه و40 دقيقه بخمس دقائق. طبعا لو شفتوا الفيديو لمدته ساعه و40 دقيقه افضل بكثير، بس المهم هذاك الفيديو جدا ضروري تشوفوه مشان تكملوا وتفهموا الاحداث اللي راح تصير هون. وقفنا بهذاك الفيديو انه شخصيات كانوا قاعدوا يجمعوا اوربات حمراء، هالاوربات جمعوها بمساعده الارواح اللي محبوسه بهذاك البعد ببلود اوف ذا ديد، وهالارواح راح تفتح لهم البوابه ليروحوا على جهاز الدارك ميكانيزم مشان يروحوا هناك وكتوفن يضحي بحاله ويطلعوا من هالبعد. بس هم عم بيجمعوا هالاوربات اجى مامور السجن او الوردن ووقفهم وحبسهم جوا الزنزانات. فالمهم الحارس السجن بحبسنا، بعدين ذا ويزل اللي هو العصفور مثل بحث بالشفقة على الشخصيات وما بدهم انه ينحبسوا هون للأبد، مثل مكان هو راح يصير فيه، فبيجي وبيساعدنا وبيحررنا من هالمكان وبرجع لنا أسلحتنا. فهي بخطوات لغز Blood of the Dead. Ghostbird! I take back everything I said about you, you beautiful winged bastard. Guten Tag, little bird. You can have all the cronoriums you want when we get back to the lab. فبعدين بنروح على البوس فايت. قبل نروح قبل نوصل على البوس فايت بيجي الوردن بيحاول يوقف بوشنا، بيجوا شخصيات موب اوف ذا ديد بيمسكوه كارواح وبيعطونا الوقت لانه نمشي ونكمل، لانه بيعرفوا انه نحن راح نكسر الدائره او يعني ندمر هالبعد، فبالتالي راح يتحرروا هم. فبنروح هنيك على البوس فايت او منطقه البوس، وهنيك بريكتوفن بيدخل جوا الجهاز، فمجرد ما يدخل جوا الجهاز ويبدا يسحب دمه بتنفتح عنا الحجره الخامسه، ويبين اللي كان نايم جواها هو ريكتوفن المعركه العظمى. ريكتوفن المعركه العظمى بشكل من الاشكال قدر انه يضل نايم هون من بعد المعركه العظمى الى هالوقت حاليا، ما بنعرف التفاصيل كيف صارت بالضبط، بس قدر يتجمد وينام جوا الحجره لمده 640 سنه، ويتاكد انه هالحجره تكون موجوده بسجن الخطراز بهالوقت بالضبط. مجرد ما ريكتوفن يدخل ينسحب دمه تعطيها الطاقه لانه تصحيه من النوم،
ويجي ويساعد بريمس لأنهم يكسروا الدائرة، فكان هو مخطط لهالشيء كله. Stand back you imbeciles! You want mind blood! Take mind blood! Richtofen! No! Quickly! We must pull him out! هذا ريكتوفن اللي لعبنا فيه ببلاك اوب 3 لما خلصنا ريفيليشن ورجعنا للمعركة العظمى. ما كمل الدائرة، لا مثل التركوم سوى اللي سوى ودخل جوا الحجرة وتأكد انه ما يتصحى الا بسجن القطراز ويقوم بالوقت اللي رح يجي يساعد فيه بريمس لانهم يكسروا الدائرة. حتى لو لاحظتوا من الكاتسين اول ما فاق من النوم حكى بأي مكان انا او بأي زمان انا. اوه القطراز هذا شيء خرافي، يعني نشحط الخطة تبعه، بس أول ما قام من النوم صار له نايم 600 سنة بهالبود، فشي طبيعي كان فاقد ذاكرته، وأول ما شاف إنه بالقطراز تذكر إنه الخطة تبعه نشحت. مجرد ما صحي ريكتوفن المعركة العظمى باستعمال حجر واحد من أحجار الاستافات المعركة العظمى قدر إنه يدمر هالبعد كامل، يحرر الأرواح اللي فيه ويخدع الأبوثكن اللي فيه، كل هاد باستعمال حجر واحد، ولسه فيه 3 أحجار لثلاث استافات: الكهرباء، الهواء، والتلج. وتذكروا هدول حجار الاستافات تبع المعركة العظمى مو تبع أورجنس، اللي كانوا بأورجنس كانوا نسخة عملها ماكسس من كتابات الناس القدماء وقدر يعني يساوي نسخة مقلدة منهم وكانت جدا قوية بأورجنس. هدول الحجار القوية بكامل قوتها، وعندنا شفرات سرية كتير على أيام بلاك أوب 3 تحكي لنا كيف الحجار عندها قوة خارقة جدا وما فينه أي واحد يستعمل قوتها، لازم ناس معينين. فيكم تفكروا فيها نفس الأحجار الستة بأفلام مارفل، كيف لو اجتمعوا لهم قوة خارقة. نفس الشيء هون، 4 أحجار لو اجتمعوا لهم قوة خارقة، وورجونا مدى قوة الأحجار. دائما شخصيات لما يعيدوا الدائرة بيرجعوا على المعركة العظمى بيكونوا البشر رح يخسروا من الأبوثيكن. بيجوا الأربعة شخصيات بريمس باستعمال الأحجار الأربعة بيقضوا على الأبوثيكن وبيمحوهم من الوجود، فقاعدين ورجونا الأبوثيكن اللي هم شيء جدا قوي. كل بساطة الأربع شخصيات اللي بيكون معهم الأربع استفات مع الأربع أحجار لما يرجعوا بأول الدائرة بيقضوا عليهم بكل سهولة. صراحة في نقطة بسيطة ماني فاهمها 100% اللي هي انه هل الحجر النار هو اللي قضى على الابوثيكن بهذا البعد وحررهم وبعدين فتح بوابة زمنية وطلعوا، ولا هل هو سحب دم ريكتوفن؟ فهل النقطة الوحيدة اللي مالي فاهمها، اظن انه سحب دم ريكتوفن هو كان له الدور لانه يصحي ريكتوفن المعركة العظمى، وله الدور انه يفتح لهم بوابات بالاخير ليطلع من هالبعد، والحجر النار كان دوره فقط انه يدمر الابوثيكن بهذا البعد ويحرر الارواح. فانه ريكتوفن دوره انه ينسحب دمه مشان ريكتوفن الثاني يصحى من النوم ويفتح بوابات زمنية ليطلع من البعد، وحجر النار كان دوره انه يقضي على بوثيكن ويحرر الارواح اللي محبوسة هنيك، وانه ريكتوفن يعني كان لازم يموت، يعني لولا ما مات ريكتوفن ما كان ريكتوفن الثاني صحي وما كان قدر يستعمل قوة حجر النار ليسوي هالشي كله. وغير هيك مكتوب بالكتاب انه لازم ريكتوفن بالنهاية يموت، لو ما مات ومثلا راح معهم راح يصير خلل بكسران الدائرة وممكن يرجعوا لتكملة الدائرة وكل خطة هاي تروح على الفاضي. بعدين تاك يودمسي ونيكولاي بتسألوا حاليا لازم روح جورد كروفي لناخد روح نيكولاي، ونيكولاي بيحكي انه انا ماني مستعجل لاخد روحي او انه يقتل النسخة الكبيرة منه. بيجي ريكتوفن المعركة العظمى بيحكي لهم
لا ما في داعي تسووا هالشي. بيجي لعند نيكولاي وبيعطيه كتاب الكرونوميوم وبيحكي له المستقبل اتغير، انكسرت الدائرة، ما في داعي نروح وتقتل نفسك بجورد كروفي، لازم تحافظ على روحك، راح نحتاجها لنقضي على دكتور مونتي. برد عليه نيكولاي بيحكي له مين؟ نيكولاي بهالوقت ما بيعرف مين دكتور مونتي. باقي الشخصيات بيتعرفوا على دكتور مونتي من بعد ما نحل لغز جورد كروفي. Listen to how the spirits sing. They are free in this realm. Ain't that swell? Does that mean we win? I would be greatly relieved if that were so. I am in no hurry to ensnare my mortal soul. That will not be necessary, Nikolai. The future has changed. Cronorium. Read it. Learn of your true calling. You must keep your soul. It will be needed to defeat Dr. Monty. Who? ومثل ما انتبهتوا ريكتوفن المعركة العظمى حكى لنيكولاي لازم تحافظ على روحك، رح نحتاجها للقضاء على دكتور مونتي، وعطاه كتاب الكرونوميوم حكى له انه تقرأه المستقبل تغير. طبعا حاليا الكتاب راح يتغير واحداث الكتاب راح تمشي على مجرى او على المستقبل نيكولاي. نحن قبل لما بالسايكل، لما كنا نمشي بالسايكل ونضل نعيدها، كان مين اللي يقرأ الكتاب دائما؟ كان ريكتوفن، فكان احداث بس يقدر يشوفها ريكتوفن، يعني لو اي حد غيره قرأ الكتاب ما راح يشوف فيه اي شيء، فقط اللي راح يشوف الكلام المكتوب هو ريكتوفن، لانه عم يمشوا على مستقبل ريكتوفن وباقي الشخصيات عم يمشوا معاه. بعدين لما راح بلود اوف ذا ديد وريكتوفن قرأ الكتاب، كان كاتب له نهاية الخط إلك انك تموت بالنهاية او تضحي بحالك وخلاص، ما في اي شيء تكمله لريكتوفن. فحاليا القائد الجديد للمجموعة اللي راح يقرأ الكتاب وهو اللي راح يقود المجموعة والكتاب يعني تكون مستقبل الشخص هذا هو نيكولاي. ليش مو ريكتوفن؟ ليش مو ديمسي؟ ليش مو تاكيو؟ لسبب واحد، نيكولاي بالدائرة حاليا هو الوحيد يلي عنده روحه. ريكتوفن قبل اللي يجي على شادو في ايفل وياخد السامونين كي بيروح على بعد ما نعرف عنه اي كلام، بياخد روح ريكتوفن بريئة من هنيك وبيوديها على البيت. بعدين بدير ايسندراخ بنقتل ديمسي الكبير وبناخد روحه. بعدين بزيتسوبونوشيما بنقتل تاكيو الكبير ومناخد روحه. فالارواح هي كلها اخذناها وموجودة عند دكتور مونتي. نيكولاي الوحيد اللي لسه روحه مو موجودة عند دكتور مونتي. وفي شفرة سرية بماب كلاسيفايد بتحكي لك If they don't have your soul they cannot watch you. بالعربي اذا ما عندهم روحك ما رح يقدروا يراقبوك. فمين الوحيد اللي روحه مو موجودة عند دكتور مونتي؟ نيكولاي. فعشان هيك ريكتوف المعركة العظمى قرر انه نيكولاي هو اللي يقرأ الكتاب والاحداث هتمشي والخطة الجديدة لقضاء دكتور مونتي كلها نيكولاي اللي رح يشوفها، لانه دكتور مونتي ما رح يقدر يراقب نيكولاي لانه ما عنده روحه. ها السبب الوحيد اللي خلى نيكولاي هو القائد الجديد للمجموعة. بعدين ريكتوف المعركة العظمى بيروحنا عند ريكتوفن الثاني وبيحكي له انه ما بعتذر منه. فيعني واضح من مشاعر ريكتوف المعركة العظمى انه ما عم يخلي مشاعره تتحكم فيه، اهم شيء عنده الهدف. فبيجي لعنده وبيحكي له انه انا كان ودي اني اعتذر منك وقل لك اني انا اسف، بس لا انا مالي اسف، هالشيء لازم يصير. وبياخذ منه انبيب الدم وبكسرها. فخلاص هم حاليا مو ماشيين على السايكل اللي كانوا عم يضلوا يعيدوها، فبالتالي ما راح يحتاجوا انبيب الدم. حاليا عندهم طريق جديد مكتوب بكتاب الكرونوميوم، ونهايه الطريق هذا هو القضاء على دكتور مونتي. Hello. I am still here. Wait. I'm God. What have I done? I honestly thought you were going to let me bleed to death. It was so sad. The cycle is broken, Herr Doctor. As such, insurance policies are no longer needed. I wish I could tell you I was sorry, Edward.
but I'm not. ركتوفن صحيح انه هو اللي دخل بالجهاز وضحى بحاله، بس اخر شيء يعني عم بيحاول ركتوفن بريمس انه يتم انقاذه باي طريقه من الطرق، وعم بيحكي انه هالكلام مو عدل، هو كان الطف واحد، هو اللي سوى كل هالشغل وضحى بحاله مشان الكل. هالشيء جدا محزن، واحزن شيء لما حكى لهم اخر شيء ما راح تتذكروا هالشيء اصلا، كان وده يكون هو جزء من نجاحان الخطه. فاي يعني في كتير حالات بالتاريخ لناس ضحوا بحالهم مشان فائدة الناس او فائدة المجتمع بشكل عام، وما حد يتذكرهم وما حد درى عنهم، وهذا الشيء المحزن بالبارت هات كل انه رح يسافروا عن بوابات زمنية كتيرة برحلتهم. واللي ما بيعرف التعرض للعنصر 115 والتليبوتر بيأدي شوي شوي الى فقدان الذاكرة، فما رح يتذكروا انه هو اللي ضحى بحاله مشان الخطة تنجح. No, no, you can help me. You're a doctor. Wait, don't you know who I am? I have been witness to miracles and calamities. Dimensions born and collapse. I walk a path no other can take. No! I want to be me. Someone who did all the hard work! I want to keep going. This is me. My sight is hard. You won't even remember. طيب الحين قبل أن نتكلم عن انه وين الشخصيات راحوا بعد ما طلعوا من البوابات الزمنية وعن كاتسين كلاسيفايد، قبل أن نتكلم عن هالكلام بس نقطة بسيطة ابي اضيفها، انه مين اللي كان متسبب بكسران الدائرة؟ هل هو الشادو مان؟ لانه من مصلحة الشادو مان انه تنكسر الدائرة، لانه شادو مان لو راح تتكمل الدائرة راح يتم القضاء عليه بالنهاية، دائما بيخسر شادو مان بالنهاية بنهاية ريفيليشن. فكان من مصلحته يا اما يحبس الشخصيات ببلد الدد يضلوا محبوسين فيها للأبد عشان ياخذ راحته ويروح يتحكم بأغارثا وكل شيء، او كمان لمصلحته انه تنكسر الدائرة. يعني حل لغز بلد الدد كمان يعتبر المصلحة الثانية لشادو مان، لانه كمان صار في احداث تانية، ما في داعي انه يصير المكتوب بالكتاب اللي هو انه يخسر بالنهاية دائما. هو شادو مان نفسه على الان بدائرة دكتور مونتي مع شخصيات بريمس، فهل هو شادو مان او ركتوفن بلاك اوب 3 تبع المعركة العظمى؟ الواضح انه ركتوفن هو اللي مخطط لهالشيء كله. ركتوفن المعركة العظمى مخطط مع ركتوفن المختبر، انه ركتوفن بهالوقت من الزمان انه من بعد معركة العظمى، من بعد ما حلينا لغز ريفيليشن ببلاك اوب 3 ورجعوا للمعركة العظمى، ركتوفن بشكل من الاشكال كان معه وعيه، كان متذكر انه هو على الان بدائرة، فسافر للمستقبل التقى مع ركتوفن المختبر وخطط معه هالشي كله، حكاله انه دخلني بنوم طويل وبس يجوا عندك الشخصيات من جيتسبو نوشيما لتعطيهم انبيب الدم لازم يعلقوا بهالمكان، لانه في اشياء غير ركتوفن المختبر ما معه انبيب الدم، ركتوفن المختبر هذا مفروض يكون معه انبيب دم شخصيات مو اذدد، ومفروض من بعد ما يعطيهم انبيب الدم لشخصيات الجايين من جيتسبو نوشيما مفروض بعد هيك هذا يروح على شادو في ايفل ويكمل السايكل تبعه، بينما هذا ما كان عنده انبيب الدم. وكمان الجهاز الدارك ميكانيزم يلي كان لريكتوفن دخل فيه وانسحب دمه بنشوفه موجود ببلود اوف ذا ديد في بلو برينت له او مخططات له، يعني ريكتوفن المختبر قاعد يبني هالجهاز، قاعد يخطط لموت ريكتوفن اللي راح يجي لهون، فانه مخطط انه راح يجي لهون ويعلى وراح يموت اخر شيء لتنكسر الدائره وتتغير الاحداث. فالواضح كمان انه ركتوفن المعركة العظمى مخطط مع ركتوفن المختبر هاد انه تنكسر الدائرة والاشياء هاي كلها تصير، وكمان نفس الوقت شادو مان له علاقة،
فهل ممكن ريكتوف المعركة العظمى قاعد يتعاون مع الشادو مان؟ اي ممكن، في نظرية مجنونة رح اشرحها بفيديو بعدين اخذ راحتي فيها، بس رح احكي لكم اهم شيء فيها انه الشادو مان ما هو شرير اصلا، وشادو مان بده يهزم دكتور مونتي لانه دكتور مونتي هو الشر الاعظم. شادو مان عمل اللي عمله من تعذيب شخصيات موب اوف ذا ديد وشادو اوف ايفل وتعليق هون شخصيات ببلود اوف ذا ديد، لانه هذا هو الحل الوحيد للقضاء على دكتور مونتي اللي هو الشر الاعظم. النظرية بتحكي انه هالكلام اللي صار عنا ببلود اوف ذا ديد انه اكتوفن المعركة العظمى امن النوم وراح وقتل ريكتوفن الثاني وكسروا الدائرة، هالكلام من زمان مخططينه ريكتوفن والشادو مان مع بعض، بس بعدين ريكتوفن شاف انه بالنهاية هذا الشيء رح يؤدي الى موته، فلا سحب على الشادو مان ويعني خون فيه ومشي على السايكل على كلام دكتور مونتي لانه بيعرف هنيك ما راح يموت، بينما لو بده يمشي على خطه شادو مان ليخدع دكتور مونتي راح يضطر كتوفن انه يضحي بحاله اخر شيء، مشان هيك كان دائما عم يمشي على خطه دكتور مونتي ويعيد الدائره. والدليل على هالكلام انه ريكتوفن بفيديو ذكريات ريكتوفن من بلاك اوب 3 بيحكي ريكتوفن انه انا من زمان عطيت وعد لشخص وسويت اشياء جدا سيئه لابقي على هذا الوعد. My name is Edward Richtofen, and I have been trying so very hard to do the right thing. Long ago, I made a promise, a vow, to protect him. In order to keep my word, I have done bad things, very bad things. I do not regret the pains that I have caused, because none of it really matters. This moment, this me, all of it will soon be gone. بس نحن ما شفنا لمين عطى هالوعد، يعني مو لدكتور مونتي ولا لباقي الشخصيات، بس بعدين بريفيليشن بنشوف شادو مان بيحكي مع الشخصيات وبيحكي انه ريكتوفن كان صديقي العزيز، حتى ما فيني احكي انه كان صديقي، لا ريكتوفن كان اكثر من هيك بكثير، ويقول اخر شيء اتمنى انه ريكتوفن يتذكر الوعد يلي وعده الي. You know you died a long time ago, don't you? You saw it. Didn't you realize? Are you really so foolish as to believe his lies? You do know that Richtofen is a friend of mine. I say friend, but really he's so much more than that. At one point, I almost considered him my apprentice. I mean, he did stab my reporter friend and steal the summoning key. But at one point, he did everything I told him to. I keep hoping he'll remember the promise he made to me. بين ريكتوفن وشادو مان كانوا مع بعض، كانوا مخططين القضاء على دكتور مونتي، بس ريكتوفن لما يشوف انه النهاية انه رح يموت كان يسحب على شادو مان ويمشي على سايكل دكتور مونتي. بس بشكل من الاشكال هالمرة ريكتوفن المعركة العظمى تدخل وخطط مع شادو مان، وهالمرة خططوا انه مو هو اللي رح يموت، لا ريكتوفن اللي بالسايكل ريكتوفن بريمس هو اللي رح يموت. يعني هالمرة صار شيء غريب انه ريكتوفن تعاون مع شادو مان، بس ما كان النهاية انه رح يموت، كان النهاية ريكتوفن تاني اللي رح يموت، مشان هيك ريكتوفن هالمرة مشي معه اللي هو ريكتوفن المعركة العظمى. فانه حاليا نحن ماشيين على خطة شادو مان وريكتوفن، وانه شادو مان ما هو سيء. الحين انا ما شرحت ليش شادو مان ماله سيء، رح اخليها لفيديو تاني ان شاء الله على قناتي التانية المختصة بالزومبيز. طيب الشخصيات بيروحوا من بلود اوف ذا ديد وبيروحوا على كلاسيفايد، بيلتقوا مع الشخصيات الكبيرة، بيلتقوا مع الشخصيات الكبيرة هدول شخصيات اللي من بعد مون، مو شخصيات اللي لعبنا فيهم بكلاسيفايد. شخصيات لعبنا فيهم بكلاسيفايد وصلوا لشانغريلا وكانوا رايحين مون، وبالغلط راحوا لكلاسيفايد بخطأ بالتليبوتر. بينما شخصيات بلاك اوبس 1 من بعد مون، بعد ما ضلوا انه الاربع شخصيات موجودين وريكتوفن موجود بس بيروح سامانثا، لانه بحل لغز مون ريكتوفن بدل روحه بيروح سامانثا فصار هو اللي يتحكم بالزومبي. فالمهم من بعد مون بشكل من الاشكال اجوا الشخصيات ورجعوا على الارض بزمان تاني، بزمان مختلف ما كان في زومبي اصلا، رجعوا على اريا 51 على التليبوتر اللي موجود باريا 51 اللي هي منطقة
الباكا بانش اللي منطور فيها بماب مون والبماب كلاسيفايد، فبيجي لهونيك وتذكروا بزمان ما في زومبي ولسه حكومات موجودة وعالم موجودين، وبيكون هذاك المكان بتحكم البنتاغون الامريكي او الحكومة الامريكية عم يسوي تجارب وهيك، وبيجوا على ايدين دكتور، بيجي دكتور بال او عالم عفوا موجود بالحكومة الامريكية، بيجي الاربع هدول قدامه، فبيكونوا الثلاث شخصيات اللي هم تاكيو نيكولاي وديمسي الكبار موجودين، العالم هذا ما بيعرف اي حد منهم، وبيشوف ريكتوفن، ريكتوفن موجود بس بيكون ميت، يعني ريكتوفن ميت دماغيا، ما قاعد يتكلم ما قاعد يسوي اي شيء، والعالم هذا بيعرف ريكتوفن. ما راح اتكلم بالتفاصيل ليش بيعرفه وهيك، لانه شرحت هالكلام كله بفيديو منفصل، راح تلاقوه بنهاية الفيديو او بالوصف اللي اسمه شرح قصة ماب كلاسيفايد والنهاية بالكامل. شوفوا هذاك الفيديو انصحكم لو انكم تعرفوا شو صار بعد كلاسيفايد، هون راح اتكلم بشكل مختصر. فالعالم هذا بيعرف ريكتوفن، فراح اخذهم الشخصيات هذول كلهم وحطهم بالسجن عشان يعني يشوفوا شو وضعهم ويدرسوهم او شيء من هالكلام. فريكتوفن كان موجود بعيد عنهم، كان عم يحاولوا الدكاترة يشتغلوا عليه لانه ما كان ميت، كان ميت دماغيا لانه قلبه عم ينبض، بس ما كان عم ما يعني ما عم بيتكلم ولا اي شيء، لانه بهاللحظة ريكتوفن ما كان عنده روح، كان جسم بدون روح، لانه روحه موجودة بالايثر، بس رجعوا بالزمن روحه ضلت هناك او هذاك البعد تسكر، فحاليا ريكتوفن ما عنده اي روح بس لسه عايش. فاللي بيصير بعد هيك تفتح فتحة زمنية عندهم، وبيطلع من الفتحة الزمنية اللي عند الدكاترة اللي عم يشتغلوا على ريكتوفن بيطلع زومبي ريكتوفن، هذا نفسه زومبي ريكتوفن اللي بنشوفه بالكوميكس اللي عطى انابيب الدم لريكتوفن، اللي عطى انابيب الدم شخصيات ترانزيت، وهذاك زومبي ريكتوفن هو نفسه الريكتوفن يلي بيحل لغز ماب باريد، لو حلينا لغز ماكسس واللي هو هذا المفروض اللي تمشي القصة، مفروض نحل لغز ماكسس، اللي تابع فيديو قصة شرح قصة الزومبي فهمانين هالكلام. فالمهم انه لازم نحل لغز ماكسس، ولما نحل لغز ماكسس ماكسس بعاقب ريكتوفن وبيحط روح ريكتوفن جوا زومبي بماب باريد، بتلاقي فيه زومبي، هذا الزومبي فيه روح ريكتوفن، هذا نفسه بعدين بيلحق شخصيات ترانزيت وبياخذ منهم انابيب الدم وبيعطيه لريكتوفن المختبر، هذا نفسه اللي بيجي بنفتح فتحة زمنية وبيجي عند ريكتوفن هذا الميت دماغيا، بيجي لعنده بين الدكاترة وبين البنتاغون، بلمس ريكتوفن الميت دماغيا وبيدوب، هذا الزومبي ريكتوفن بيدوب بيختفي، وريكتوفن الميت دماغيا اللي من بعد بلاك اوبس 1 من بعد مون بيقوم فجأة، بيكون ميت دماغيا بيقوم فجأة وبتنعاد له الروح، انه رجعت له روحه يلي اجت من بعد حلغز ماب باريد من المون على هذا الزومبي، اجت كل الرحلة هاي ورجعت له روحه نفسه. فمجرد ما ترجع له روحه بياخدوا ريكتوفن بيحطوه على الحبس مع باقي الشخصيات، بعدين بتنفتح بوابة زمنية بيجوا الشخصيات من بلود اوف ذا ديد لعند الشخصيات الكبيرة، بيلتقوا معهم وبيحكوا لهم انه لازم نروح لمعركة عظمى ولازم نكون مع بعض. Just hasn't happened yet. Speaking of BS. How the hell did you get back in your body, Doc? Does it matter, Dempsey? I'll tell you what matter. Americans still give Nikolai his vodka. Is that your plan, Nikolai? To give up and drink yourself to oblivion? Or do you want to make a difference for once in your life? You! Oh, scheiße. You four must come with us. In time, it will make sense. Now... Intruders on the base. Anchor force. Now we must go, quickly. There is a war to be fought. War? What kind of war? A war unlike any you have ever seen. The Great War. الحين الناس النقطة الوحيدة اللي مو فهمانينها بهالكلام كله انه ريكتوفن يلي معهم، ريكتوفن يلي مع الشخصيات الصغيرة، ريكتوفن برمس، هذا مين؟ هل هذا هو ريكتوفن المعركة العظمى اللي شفناه ببلود اوف ذا ديد بس غير ملابس، ولا هذا ريكتوفن اللي شفناه بكاتسين بداية تبع بلود اوف ذا ديد اللي كان موجود بالمختبر، لانه نفس شكله ما عنده انبيب الدم نفس الملابس، فانه بعد كاتسين بلود اوف ذا ديد صار شيء ما شفناه، الشخصيات الثلاثة مع ريكتوفن المعركة العظمى التقوا مع ريكتوفن
ركتوفن هاد وكملوا معاه وراحوا على كلاسيفايد. وركتوفن المعركة العظمى ممكن راح رجع على المعركة العظمى مع باقي الشخصيات اللي هم نيكولاي تاكيو ودمسي لأنه كلهم موجودين بالمعركة العظمى ليعملوا هم خطة تانية. فاي ما ندري. فالمهم الشخصيات الصغيرة التقوا مع الشخصيات الكبيرة وعكولهم من الروح على المعركة العظمى. فممكن بدنا نجمع باقي احجار نستفاد عن حجر النار حاليا. لسه نروح على 3 مابات نجمع حجر الكهرباء حجر الهواء وحجر الثلج. بعدين باستعمال الاحجار الاصليه كلها راح نقضي على دكتور مونتي اللي مثل ما شفنا حجر واحد اللي هو حجر النار كان قوي لدرجه انه قتل وفضل ابوثكن كلهم بهداك البعد. فما بالك باقي الاحجار اكيد كل ماب راح يكون له حجر. وكمان في اللودينج سكرين اللي شفناه مع اخر كوميك اللي هو شخصيات بريمس الثلاثة مع ركتوفن ألتيمس الكبير متجهين للبيت لأغارثا لعند دكتور مونتي. فأي ممكن ثلاث شخصيات بريمس الصغار تاكيو ديمسي ونيكولاي يتعاونوا مع ركتوفن ألتيمس الكبير ليروحوا ليقضوا على دكتور مونتي. وبعدين الفريق الثاني اللي هو ثلاث شخصيات ديمسي تاكيو ونيكولاي الكبار ألتيمس مع ركتوفن الصغير يكون فريق ثاني. مثل ما قلت لكم باللودينج سكرين شايفين ثلاث شخصيات الصغيرة مع ركتوفن الكبير. فأكيد في خطة معينة في شيء معين بالكتاب مكتوب ليجمعوا الأحجار ويروحوا يقضوا على دكتور مونتي. وألتيمس الشخصيات الكبيرة إلهم دور جدا جدا مهم بالقضاء على دكتور مونتي لأنه في عنا شفرة سرية بشادو في إيفل بتحكي لنا بريمس والفيل. بريمس بيعرفوا الطريق بس راح يفشلوا هم الشخصيات الصغيرة. وبعدين عنا شفرة سرية موجودة بكلاسيفايد تحكي لنا ألتيمس والبريفيل. ألتيمس هم الشخصيات الكبيرة راح ينتصروا. فبوس فايت أخير في 8 شخصيات الشخصيات الصغيرة راح يفشلوا وبعدين الشخصيات الكبيرة يجوا يفزعوا لهم ويخدوا على دكتور مونتي ويكسروا الدائرة ويتصلح العالم وكل شيء. ما ندري مستقبل قصة الإيثر واضح انه جدا جدا رهيب. زي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تتابعوا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت شو رأيكم. واتمنى لا تنسوا تشتركوا بقناة الثانية قناة الزومبي. هذا راح يكون اخر فيديو زومبي على قناتي. كل فيديوهات الزومبي المتعودين عليها راح تكمل مثل ما هي على قناتي الثانية. الرابط بالوصف او بنهاية الفيديو. فاي بس كان معكم شاركي يالو بشاركي كيش كون فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.